ازيكم ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الميزان حبايب قلبي. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج الميزان يلا هدي اعصابك، اخر الفيديو هنشوف رساله ربنا ليك ايه وايه اللي مستخبي عندك، وان شاء الله باذن الله تكون رسالتك قويه ترد على الامنيه بتاعتك اللي بترددها في بالك. عايزك تركز في قراءتك كويس جدا، ولو في اي حاجه انطبقت عليك من القراءه ما تنساش طبعا تنزل في الكومنتات وتقول لي ايه اللي انطبق عليك، بس انا متاكده ان القراءه دي قويه جدا عشان فيها ان شاء الله باذن الله هتكون ادق التفاصيل بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، هنكشف لك حاجات كتيره جدا بسم الله ما شاء الله. مفاجاه من حبيب، مفاجاه من قريب الله اعلم، بس في مفاجاه، والمفاجأة دي هتكون قوية جدا، او هيبقى في اعتراف في حب انت ناوي تعترف لحد، او في حد ناوي يعترف لك، بس برضو شايل هم، يعني برضو شايل هم وشايل حمل كبير. انتوا من اصحاب اللي هم ايه، ممكن ما يبينوش ان هم زعلانين او مخنوقين، بس بيبقوا عندهم عزة نفس كده غريبة، عزة نفس كده رهيبة بتخليهم يفضلوا يفكروا طول الوقت، وزي ما قلت لكم عذاب الضمير اللي واخد جزء كبير جدا من حياتكم، مخليكم بتعانوا، مخليكم حيرانين ومخنوقين ومتضايقين. احب ابشرك وطمن قلبك ان انت عندك لم شمل، لم شمل مع ناس مقربة لحياتك، لم شمل مع ناس انت بتحبها، بس الدوخة اللي بتجيلك من غير اي سبب، الدوخة اللي بتخليك كده تكون في امان الله وفجأة تلاقي نغزة في قلبك شديدة، بتحصل معاك كده نغزة في قلبك شديدة وتسند على الحيطة من كتر الدوخة اللي انت ما بقتش عارف توازن، دي سبب الدوخة اللي في حياتك وبسبب العيون اللي موجودين في حياتك. عايزة اطمنك ان انت نجمك عالي جدا، واوعى تشمت حد فيك، اوعى، وخلي بالك من تقلبات او من عراقيل، العراقيل دي واخدة اجزاء كبيرة في حياتك وهم اللي مضايقينك. في حد عندك في علاقة تانية، في حد عندك ناوي يتجوز مرة تانية الله أعلم، بس في حد عندك ناوي يكون في علاقة تانية، ناوي يتجوز حد تاني، أو في حد عندك عارف حد على مراته، في حد في حياتك، فخلي بالك من نفسك إن الفترة دي أنت هتكتشف السر ده. ربنا هيعوضك عن الأذى اللي أنت مريت بيه، هيعوضك عن الصدمة اللي أنت حاليا بتعاني منها، هيعوضك عن حاجات كتيرة جدا طال انتظارها في حياتك. دايما اقول لك خلي لي بالك من نفسك، وكون حريص، حريص جدا جدا على اطفال، حريص جدا على حياة في حياتك. هتطلع من هم، هتطلع من سجن، هتطلع من حد، او هتطلع من حاجات كتيرة جدا. ولو انت ناوي على سفر، الفترة دي من اجمل الفترات اللي انت ممكن تسافر فيها، علشان الحظ هيكون من جنبك، الحظ هيكون من نصيبك الفترة اللي جاية، وهتحصل على حاجات كتيرة جدا تبشرك بالخير، هتحصل على حاجات كتيرة جدا هتفرحك، وهتعوضك عن اذى كبير جدا وقع عليك من ناس مقربة. منك وبشرك اكتشاف مواضيع، اكتشاف حاجات كتيرة جدا، بس عارف حتى لو هتكتشفوا مواضيع، او حتى لو هتتأذوا من ظلم انتوا مالكمش دعوة بيه، في اربع خطوات، اربع خطوات بس، ومن خلال الاربع خطوات دول هيبقى في سعادة لقلبك، والهم اللي في حياتك هينزاح. الله اعلم هو الهم ايه، بس الهم اللي في حياتك ربك هيشيله منك وهيجازيك خير. انت الايام دي من اكتر الفترات اللي عندك اهتمام بنفسك جدا، بتهتم بنفسك، بتهتم بشغلك، بتهتم بأناقتك، رجعت تهتم بنفسك وما بقاش يفرق معاك حد خالص.
واحدة، الواحدة دي انت هتتعرف عليها لسه الأيام اللي جاية، هتقف جنبك وهتساعدك في حاجات كتير. بس حتى لو هي كويسة انتوا ما تترموش قوي، ما تترموش قوي عليهم. الفترة دي انت هتستلم ورقة فيها نجاح، فيها كلام، هتستلم ورقة هتخرجك من المحنة اللي انت فيها. حصل عندكم تجارة اكتر من مرة وفشلت، يعني اشتغلتوا في تجارة، اشتغلتوا في حاجة، خدتوا خطوة معينة والخطوة دي فشلت بسبب ان انتوا بتعيشوا في وضع متقلب، بتعيشوا في حيرة انتوا ملهاش علاقة بحياتكم. ارموا همومكم على ربنا، دايما اقول لكم ارموا همومكم على ربنا وما تستنوش حاجة من حد، انتوا عزاز النفس جدا وعشان كده ما بتعرفوش تطلبوا حاجة من حد، هم بيطلبوا منكم وبيقولوا لكم احنا محتاجين، احنا عايزين، احنا واحنا واحنا. بس انتوا ما شاء الله عليكم بدأتوا ما تدوش زي الاول، بدأتوا ان انتوا تغيروا من تفكيركم وتغيروا من حياتكم. الفترة دي هيكون عندك مواجهة، المواجهة دي هتكون من صالحك، بس لو اتعصبت هتفقد كل حاجة. انا بنصحك ان المواجهة دي تكون فيها هادي وتكون فيها ساكت وتسمع اكتر ما تتكلم، علشان خاطر لما انت هتسكت هتعرف تفكر كويس في المواجهة وهتعرف تهدي اعصابك بنفسك، حتى لو سمعت كلام مش فيك او سمعت كلام ضايقك هتفضل برضو هادي وما تفقدش اعصابك عشان ترتب افكارك وتعرف ترد، علشان مش بعد ما تخلص المواجهة تزعل وتقول انا ما عرفتش ارد وما خدتش حقي. لا، انت لو سكت هتاخد حقك. اول حاجة انت عندك صفقة، او عندك صفقة حلوة جدا، وعندك شخص هيعرض عليك فرصة جواز، فرصة ارتباط، هيعرض عليك فرصة تخص الحياة العاطفية. لو انت عايز حاجة معينة الاهل بيكونوا رافضينها، ليه دايما الاهل حاسسهم ان هما مش عايزين يريحوك، مش عايزين لك الحاجة اللي انت عايزها، حاسسهم ان هم واقفين ضدك مش واقفين معاك. عشان كده انت محتاج حد ييسر لك امورك. في كمان شخص هتتعرف عليه، الشخص ده هيحصل بينكم كلام حلو، وممكن كمان يحصل بينكم سفر الله اعلم، بس هيحصل فيه حاجات حلوة جدا. وكمان الفترة دي هتكتشف شخصين مخادعين ومنافقين، فخلي بالك منهم، من الأبراج المائية هتكتشف شخصين هيبقى في كلام بينكم وهيبقى في أمور. انت اليومين دول مستني او بتعمل فحوصات علشان خبر حمل او أمور تخص الأطفال الله اعلم، بس في شخص هنا، الشخص ده بيزعجك ودايما ناطط في حياتك، دايما كده بتحاول ان الشخص ده من العيلة بيزعجك ودايما ناطط في حياتك وبيتدخل في اي حاجة ما تخصهوش، ودايما كده عارف ان هو حاسود وان هو منافق وانت ساكت. ساكت ليه؟ علشان مش بايدك حاجة تثبتها، او هو مش مبين ان هو شخص مش كويس، مبين الوش الحلو، مبين ان هو شخص كويس، ان هو شخص بيحب الحياة، انه انتوا اللي ممكن يعني دايما بيرمي، ممكن يعمل التهمة ويرميها عليكم، وانتوا طبعا من كتر ما انتوا طيبين ما بتعرفوش تطلعوا من اللي انتوا فيه. وعلشان كده فعلا انتوا من اكتر الناس اللي مستنية اي خبر يفرحها، مستنية اي حاجة تطلعها من اللي هم فيه، علشان بجد تعبتوا ومشكلتكم حاجة واحدة بس، ان خاب ظنكم في ناس كتيرة جدا، خاب ظنكم في اشخاص حبتوهم، في اشخاص وقفتوا معاهم اكتر من مرة، من اشخاص كنتوا انتوا الحاجة الكويسة لحياتهم. فما تقلقوش، ما تقلقوش ولا تحبطوا، خليكم واثقين في قدراتكم، خليكم واثقين في نفسكم. ودايما اقول لكم
ما تشمتوش حد فيكم حتى لو مين، ما تشمتوش اي حد فيكم ابدا، خلوا نجمكم ساطع وقفوا وحددوا اللي انتوا عايزينه في حياتكم عشان عندكم اخبار حلوة باذن الله الفترة اللي جاية. دايما اقول لكم ان انتوا عندكم بدايات جديدة. عايز اقول لك ان انت هنا هيكون عندك بداية جديدة، البداية دي هتكون فيها نجاح او فيها اخبار سارة، فيها كلام، يعني البداية دي هتكون ليك انت، انت اللي هتثبت وجودك بنفسك، وانت اللي هتطلع نفسك من اي حاجة تضايقك وتسعدك. انت بدأت او شغال الايام دي على حاجات كتيرة جدا في حياتك. طيب ايه هي اللي شغال عليها؟ شغال على نفسك. بدأت تقطع علاقاتك بأي حد ممكن يضايقك، أي حد كده بيحس إن أنت ممكن يضايقك فبتقطع علاقتك بيه فورا، ما بقتش زي الأول، وما بقاش عندك طاقة إن أنت تستحمل، ما بقاش عندك طاقة إن أنت تسمع أكتر، يعني ما بقاش عندك طاقة لأي حاجة فقط. وعشان كده بدأت تقول أنا سعادتي هتحكم فيها، وعلشان كده أنا مش عايز حد يدخل حياتي. اتخذلت من اشخاص كتيرة جدا خذلوك، وكان في شخص عزيز عليك وعزيز على قلبك حبيته قوي وكنت مخلص ليه قوي في الفترة اللي فاتت، خانك وتخلى عنك، وممكن كمان يكون اكل حقك او ظلمك. الشخص ده انت كنت بتموت فيه، الشخص ده انت قلت لو الدنيا كلها سابتني وخانتني الشخص ده مستحيل يخني او يخيب ظني. هو ده نفس الشخص، ايوه هو نفس الشخص اللي خيب ظنك وظلمك. الفترة اللي جاية دي هيكون عندك تطوير في نفسك، هتحاول تشتغل وهيبقى عندك نجاح كبير. السنين اللي فاتت كنت تعبان، السنين اللي فاتت تعبت، خدت فترة من الفترات كنت تعبان جدا لدرجة ان محدش وقف جنبك، محدش سندك، محدش عوضك عن اي حاجة انت كنت فيها، بالعكس انت كنت سند لنفسك وكنت دعم لنفسك، ومن كتر قوتك وثقتك في نفسك قمت من الازمة دي وطلعت منها وقلت الحمد لله ربنا عوضني. اكتشفت نفاق واكتشفت وشوش مزيفة، وطلعوا يعني طلعت انت اللي كسبان ان انت فعلا قطعت علاقتك مع الناس دي. احب ابشرك بطريق او بعلاقة جديدة في طريقك او موضوع جديد في طريقك، الله اعلم، بس في موضوع زواج او رجوع للمنفصلين. المنفصلين عندكم طاقة تفكير، او انتوا عندكم طاقة تفكير رهيبة، او صراع مع نفسكم، بتدخلوا نفسكم كده في دوامة، بتبقوا قاعدين في امان الله وتلاقوا دماغكم سرحت، راحت لحاجات كده غريبة لدرجة ان انتوا من الناس اللي هي عندها ربط احداث قوي جدا، بتربطوا ربط احداث كده قوي، ربط احداث رهيب بنفسكم، بتحاولوا تفكروا كتير، بتحاولوا بتجمعوا حاجات في تفكيركم محدش يجمعها ابدا. في واحدة ست بتلف حواليكم، والست دي منافقة وبرشي، بتلف حوالين رقبتكم كده، بتحاول ان هي تبين لكم ان هي بتحبكم، ان هي مفيش غير ان انتوا مش عارفة ايه، بس الست دي منافقة. ايوه منافقة، وانتوا عارفينها، انتوا عارفين ان الست دي منافقة والست دي بوشين، وبتحاول تلعب على كل الاطراف، وبرضو ساكتين. انتوا الايام دي حمالين اسية، ساكتين، وقريب جدا هتطردوها برا حياتكم، قريب جدا. بس اليومين دول عندك بعض الكركبة، عندك دماغك متكركبة، تفكير رهيب، كلام كتير، حيرة، الله اعلم، بس اليومين دول عندك تفكير كده، دماغك متكركبة، دماغك مش متوازنة، مش عارف توازن تفكيرك، القلب عايز حاجة والعقل عايز حاجة. سحر، في سحر تربط، لاما انت معمول لك سحر تربط لاما الشريك. في يعني ايه سحر تربط؟ يعني وقف حال كراهية، انا كاره كل شيء، حد عندك معمول له سحر، لاما انت لاما الشريك، والسحر ده مسيطر
او السحر ده الطاقة بتاعته موزعة على الكل، فخلي بالك من نفسك، انت معمول لك سحر، والسحر ده ناس كتير جدا قالت لك ان هو صعب يتفك، ناس قالت لك ان هو مدفون، ناس قالت لك كلام كتير بتسمعه عن السحر، بس انت معمول لك سحر بالتربط وبوقف الحال. وعلشان كده من الفترات اللي انت مش عارف توازن فيها امورك ولا توازن فيها تفكيرك، بس ناوي تطلع من اللي انت فيه، ناوي تغير من نفسك وتشتغل على نفسك في حاجات كتيرة جدا. وعشان السحر يتفك لازم اول حاجة يكون عندك ثقة بالله. تبدل اوراق، عندك ورق بيتبدل او انت ناوي تبدل ورق او ناوي ترمي الترابيزة عليهم. اتنين ستات، والاتنين ستات دول شبه بعض بيتفقوا عليك في كل حاجة، بتحسهم كده بيتفقوا عليك وانت قلبك مش مرتاح له، انت حاسس ان الاتنين دول لما بتلاقيهم قاعدين مع بعض او بتلاقيهم موجودين من جنب بعض بتحس ان قد ايه هما ممكن يعملوا حاجة. انتوا طيبين جدا وما بتعرفوش تميزوا الاشخاص اللي في حياتكم، وعشان كده انصحكم ان انتوا ما تحتفظوا باسراركم لنفسكم، ما تتكلموش عن اي حاجة تخص حياتكم. الفترة دي انتوا هتتعاملوا اكتر بحكمة، هتتعاملوا اكتر بحاجات جديدة، هتتعاملوا اكتر بشخصية جديدة. عندك هنا مراقبة من حد بيراقبك على السوشيال ميديا، الحد ده بيراقبك او بيتكلم عليك او بيحاول ان هو يقرب منك، بس انت حاطط له حد بينك وما بينه. خلي بالك انه والله الحاقدين والحاسدين حواليك وموجودين في ارض بيتك، يعني الحاقدين دول اشخاص مقربة منك وممكن يكونوا بياكلوا معاك عيش وملح وبيطلعوا بره يتكلموا عليك، بس انت اجمل ما فيك ان انت ما مش مديهم اهتمام، ودي حاجة كويسة جدا ان انت مش مدي حد من الاشخاص المنافقين والكذابين في حياتك اهتمام، عشان لو اديتهم اهتمام هتلاقي بتعلي سعرهم، هتلاقيهم بتميزهم في حياتك، وعشان كده انت بتكبر دماغك وكل اللي بتقوله حسبنا الله ونعم الوكيل، انا ليا رب كبير هياخد لي حقي في يوم من الايام، وباذن الله باذن الله ربك هياخد لك حقك، علشان انتوا فعلا اتظلمتوا ودايما كنتوا بتطلعوا من حاجات كتيره جدا مضايقاكم وخانقاكم. ما تقلقوش من اي حاجه، بس في نفور بينك وما بين حد، نفور يعني كلام. في كمان شخص، الشخص ده هيقدم لك مساعدة، هيقف جنبك وهيساعدك وهيرجع حقك من ناس ظلمتك، بس حاول ان انت تكتم في امورك، حاول ان انت تكتم في حياتك. انت برضو عارف مين بيحبك ومين بيضحك عليك، وعشان كده في عروض هتتقدم لك الفترة اللي جاية، وفي عرض حلو هتفكر فيه شوية وبعد كده هتختار الصح، بس عايزك تحذر من الاختيار بتاعك علشان هيكون دقيق جدا. في كمان شخص ناوي يرجع لك من الماضي، الشخص ده بيفكر فيك، عايز يتكلم معاك، عايز ان هو يرجع لك، يعني عايز يبقى في بينكم وبين كلام، بس انت هترجع له، وبعد ما هترجع له هتكتشف انه راجع لهدف معين او راجع لحاجة معينة، وبعد كده هتحط حد بينك وما بينه وهتطرده من حياتك، بس بعد ما هتاخد حقك، بعد ما هتاخد حقك. عندك مناسبة، المناسبة دي حلوة، حلوة قوي لحياتك، وهيبقى فيها حضور ناس، وخلي بالك انت الفترة دي ناوي تكشف او ناوي تاخد علاج لحاجة معينة ظهرت فجأة في حياتك، لاما مشاكل صحية ظهرت، تساقط شعر، حبوب، حساسية، اي مشكلة عندك لو ظهرت فجأة عالجها، مفيش اي حاجة تخوف، ده بس سبب الحسد، علشان انتوا فعلا جمال جدا، لو ما كنتوش جمال شكل فجمال قلب.
قلبكم جميل وقلبكم طيب، وعلشان كده بقيت خاب ظنكم وحاسين ان حظكم قليل في الحياة بسبب الكلام الكتير. الفترة دي انا متأكدة ان نومكم مش مستقر، النوم فيه تعب، يعني انتوا ما بتناموش كويس زي الناس، ما بتعرفوش تحطوا دماغكم على المخدة وتناموا، لا بتفكروا، تفكروا في الماضي وتفكروا في الذكريات وتفكروا في العاطفة وتفكروا في اي حاجة في حياتكم. انتوا ممكن طول اليوم يفضل مكركب، بس اول ما بتحطوا دماغكم على المخدة بيفضل بقى التفكير يشتغل، تفضل بقى الامور تشتغل، تفضل بقى ده فلان حصل منه حق كلام، الكلام ده كله، يعني ما بتعرفوش تناموا زي البشر، لا بتفكروا. وعندكم ميزة حلوة جدا، عذاب الضمير، ضميركم بيعذبكم حتى لو انتوا عملتوا، يعني ممكن تكونوا عملتوا حاجة من غير قصد، واول ما تفتكروها بترجعوا تعيدوا حساباتكم وتعيدوا تفكيركم، وعندكم تأنيب الضمير، ده حاجة كبيرة جدا في حياتكم. الفترة دي من اكتر الفترات اللي انتوا بتعانوا من الضيق والخنقة، بتعانوا انه انتوا بتقدروا ناس وهم مش بيقدروكم، وعشان كده هتقطع علاقاتكم ببعض بعض الاشخاص اللي في حياتكم. وصل لكم كلام، الكلام ده ضايقكم وخنقكم وخلاكم تعانوا من حاجات كتيرة جدا، والكلام ده مش حقيقي ولا الكلام ده صح، خلوا بالكم من النقطة دي كويس، وما تظلموش غير لما تتأكدوا، علشان خاطر هما بيعرفوا يضحكوا عليكم، بيعرفوا ازاي يغدروا بيكم، بيعرفوا ازاي يجيبوكم في الكلام، فوصل لكم وصلوا لكم كلام غلط، والكلام ده ما كانش حقيقي، وانتوا زعلتوا وخدتوا على خاطركم من غير ما تعدوا، لا انتوا كده غلطانين، عدوا عشان خاطر انتوا عندكم انفراجات حلوة. الفترة دي من الفترة اللي انتوا بتعانوا من التقالب الامور، بتعانوا من الحيرة وعدم اتخاذ القرار الصح في الوقت المناسب، لا خدوا القرار، وعندك موقف حلو جدا وعندك امور فيها طاقات ايجابية. احب افرحك وابشرك بخير ان انت عندك شراء ملابس، شراء حاجات كتيرة جدا. دايما هقول لكم الست البيضة اللي ملامحها حلوة، الست دي حقودة، الست دي غيارة، الست دي إنسانة خبيثة، ركزوا معايا، بيضة، هي بيضة وملامحها حلوة وبريئة وشخصية جميلة جدا وتشد الانتباه مجرد ما حد يقعد معاها، عشان خاطر الست دي هي اللي عاملة لكم العراقيل دول، بس انتوا قلبكم طيب، عندك هنا حاجة هتفرح قلبك او هتخليك تطلع من الصدمة الكبيرة اللي انت بتعاني منها. دايما اقولك ان انت رغم الفرح اللي انت فيه، رغم الامور اللي انت في حياتك، بس دايما قلبك حزين، حزين كده قلبك فيه حاجة غلط، يعني بتقول يا ربي انا بمر بخنقة وبمر بضيق، بمر بصدمات كتيرة جدا ومحدش واقف معايا، محدش بيساعدني في اي حاجة، واخد على خاطرك من موضوع معين، واخد على خاطرك من حاجة معينة في حياتك، زعلان على نفسك قوي ان انت تخاب او تظنك في ناس كتيرة جدا، عارف انت حتى لما بتكتشفهم وبتطلعهم من حياتك بتقول انا استفدتش حاجة، حسبنا الله ونعم الوكيل، امنهم لله، صدموني، خذلوني، عملوا لي مشاكل، بترمي همومك على ربنا، بس اقرب مليك هما اللي مخلينك قلقان وحيران في كلام كتير مضايقك وخنقك. بس اتأكد طول ما ربنا موجود حياتك هتتغير للأفضل بإذن الله، هيكون عندك استقرار، هيكون عندك راحة، هيكون عندك أخبار، الله أعلم هيكون عندك إيه، بس طول ما أنت يعني مركز مع ربنا أيامك كلها هتكون جميلة بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. عايز أقولك إن رسالتك بإذن الله هتكون قوية، أنا إحساسي بيقولي، وهنختار الورقة دي ونقول بسم الله بسم الله ما شاء الله عليك، لأ الرسالة جاية لك في محلها، عارف الرسالة بتقول إيه؟ لا تيأس أبدا، فمن يخرج الحي من الميت
والميت من الحي قادر على إخراج أمنيتك من الحلم إلى الواقع. طيب نقولها تاني، لا تيأس أبدا، فمن يخرج الحي من الميت والميت من الحي قادر على إخراج أمنيتك من الحلم إلى الواقع. عايز إيه تاني؟ بسم الله ما شاء الله عليك، لا كده أنت عندك أخبار حلوة، كده أنت الفيديو ده يستاهل منك اللايك والتعليق.